رجع حولنا باعانه السلطه الجهويه والسيد الوالي، وباعانه زادة جمعيه اللي هي جمعيه الاطباء بدون حدود، باش نعملوا عمليه نتاع نمشيو للاماكن اللي صعيبه شويه في باجه وفي ارياف باجه، باش هكاك نمكنوا الناس باش ياخذوا هالجرعات نتاعهم والتلقيح نتاعهم. دونك ان شاء الله تنجح العمليه هذه، باش نبداو فيها السمان الجايه الاسبوع الجاي، وباش تمتد لثلاثه اربعه اسابيع. وبالطبيعه لهنايا نشكر كل من ساهم في هالمجهود هذايا، ان شاء الله ربي يرفع علينا البلاء، وربي ان شاء الله يحفظ تونس.